حمد قبل كبنادر قيبت هذا عقابتا ما توي تاريخه تاي افريت هو كبش صدوات وما كن يلا واتن وحي كتشوابي دونتا اي سورتاجي اي سوق الدمين قرينكا قرينا هذا السنة عبد العزيز احمد قربية محكمة قبل كبنادر مركي دقيستي سورتاجا قرينا الدفاع هذا السنة تاسو اي كبدو وذين ان لقاذي كرين ان لقو قاذي كرين حياة عقابتا كل الشيخين ان دعوة تايم الدستور راسد وقبا قدو في ستة تملاد الدستور كوميل جاركا لا باين يا بسنو يا صحفي لو نرد غير حرك صحافة دو كلية مركا يسكت عن حير جودي مد قارنا الراعيو حرك جار كاسو قبا قدو في ستة تملاد حرك عقابتا الصوماليات صدق هنا يد حفيز كحيل أنت وأنا وافق سنين قلت في تدبات إن يكوي حركة أبقى غابت الصومالية مركي دقيستي جوابته حفيز كحيل أنت جودة غرق الكرة ضوئين إن حركة صحافة اللي جو عليه قلها الشعب كا عارض من قلها هاي إن دعوت وأنا يا هني بالدستور أه يوين إذا سنة الله هيستو ورر وفوق ري أكون في سجار كا أنا الشيخين إن يدو وافق سنين هاي قلت في تدبات إن يكوي حركة أبقى غابت الصومالية محكمة المركي عرفت قضاء بضع بقول يشان بقول يلح تدوات إن يكو حير كابك عقاب سومالية قضاء كستير تغناد يبقول يستيالات سي اي دستور كا كميل غير كا قضاء كشناد حرف كا خاي حير كصحافة دا قضاء كستيالات تغناد حير كصحافة دا وحو عداتي كو إن اهد الله يستو اي اي سنوه آنا يحين مي دستور اسد كو عد قضاء كبقول يستيالات سي ee dastuurka ku meel gaar ka qodobka 19aad ee dastuurku waxa uu sheegayaa xurriyadda raayiga iyo afkaarta ee dalo soo jeediyay ee salaahu maxamed ku saabsan ama la xiriirta warbaahinta goobjoog ee uu kamid yahay masuuliyiinteeda ee waa mid ku saabsan war uu ku qoray account-ka uu ku leeyahay bartiisa Facebook qodobka 29aad ee xeerka saxaafaduna kama hadlayo shaqsi wax ku hadlaya warbaahin sidaas darteed maxkamadda gobolka Banaadir waxay diiday sortaaga qareenka eedaysanaha sidoo oo kale waxay fureysaa xafiiska xeeraalinta guud ee qareenka inay soo waafajiyaan eedooda qodobka 71 ee xeerka habka qaab Soomaaliyeed sababtoo ah eedda xafiiska xeeraalintu dibbanaha kiiska dibbanaha ka kuma cadda wabillahi tawfiiq